السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكل المتتبعين الكرام في هذا الدرس الجديد، والذي سوف أريكم فيه طريقة تركيب تلفاز 32 بوصة في الحائط. يعني تلفاز سوف يكون يعني فيكس لا يدور. كل ما نحتاج في هذه العملية كما تشاهدون إلى مثقب جيد، نحتاج إلى براغي، ونحتاج كذلك إلى رونديلات كما تشاهدون، نحتاج إلى هذه القطعة التي تسمى بميزان الماء، نحتاج إلى هذا الساروت هذا، ثم نحتاج إلى هذه البراغي، ثم إلى هذه الشوفيات كما تلاحظون، ثم نحتاج إلى مفك البراغي، ثم إلى قلم، ثم إلى هذه القطعة. هذه هي التلفاز كما تشاهدون أصدقائي، من نوع LG 32 بوصة.
أصدقائي، بالنسبة لهذه البراغي التي تشاهدون أمامكم، فهي المسؤولة على تثبيت التلفاز. لكي لا تقع، يجب عليكم إحكامها جيدا كما سوف تشاهدون في الفيديو. عند تركيب التلفاز في الحائط، تدخلون مفك البراغي خلفها ثم تقومون بتثبيتها جيدا لكي لا تقع كما تشاهدون. نمر إلى البراغي الثاني ثم نقوم بتثبيته جيدا كما تشاهدون. أصدقائي، كما تشاهدون هذه هي النتيجة. أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصلوا بجديدنا، وشكرا مرة أخرى.